بعدما أصبحت قضية المخطوفين في سوريا في عهدة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أراد الأهالي الحصول على دعم من دولي لقضيتهم، فزاروا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي، حملوه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة خوف وقلق على مصير أبنائهم. بلاملي شدد في المقابل على أهمية إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين من دون تأخير، وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل اتصالاتها بالسلطات اللبنانية والجهات المعنية الأخرى بعد الاجتماع. الخاطفين قالوا أنه نحن بمجرد ما يصير في طريق آمن لهون الناس ويوصلوا عبيوتهم حيتركوهم. أطلعنا على هذا الموضوع وهو وعد أنه رح يشوف شو الجهود اللي قادر يعملها بهذا الإطار ويقوم فيها. صارت وقفة بس على الطريق الآمن، لا يعني تأمين نقل من الأراضي السورية عبر أي دولة، عبر تركيا؟ أقله هيك اللي قالوا الخاطفين، إنه هن بحاجة إلى ممر آمن، على الأرجح ممكن يكون تركيا، ممكن يكون ما بعرف إذا ممكن عبر سوريا، لكن المطلوب إنه يكون مثل ما هن قالوا ممر آمن 100% ليوصلوا هؤلاء الأشخاص لأهاليهم. وبانتظار تأمين ممرات آمنة، يبقى الأهم التأكد من جدية المجموعة الخاطفة والتزامها بإطلاق المخطوفين ما أن يتم الاتصال بهم عبر القنوات الرسمية اللبنانية.